وأمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راح. ناس واجد ينصمون إذا يشترون خضرة وفواكه من السوق وما يكتشفون الصمة إلا إذا رجعوا البيت. سؤال الحلقة: شلون تتصرف إذا اشتريت فواكه وخضرة من السوق رجعت البيت ولا هي مغشوشة وخايسة خرابة؟ وش تتصرف بعد؟ خلاص بعد أنا مسلم فيه فلوس، مو بس أضرب دار، بضرب دار وأخذ بيزات البترول وأخذ بيزات زيادة على الخضرة الخراب اللي عطاني. وافق زين، وافق ولا بعد؟ ما يرجعونه، حتى رجع ما يرجعونه. وش تتصرف بعد؟ خلاص بعد جيت أنا على حسب النية ويا البائع، إنه يعني واثق منه، يعني إذا كان هو كان بحريني بعد، وإذا كان أجنبي لا لازم بتشيك أول شيء بتأكد منه، يعني أتصرف رجع بعد أتصرف وين ما تخلي عنده؟ لا عادي ضربه من البلاد لهني. عادي أنا ما أخذ منه على أساس بأكله له أساس أرميه، أنا مسلم فيه فلوس يعني أرجعها على طول ما أخليها. تضرب درب من هني لهنا؟ مو بس أضرب درب، أضرب درب وأخذ بيزات البترول وأخذ بيزات زيادة على الخضرة الخراب اللي عطاني إياها، ما أخليها يعني. ما يتحجج؟ ما لي شغل فيه تحججه ولا هو، يعني هو عطاني شيء خراب فلازم أرجع. كلم اللي هو راعي هذه الفرشة. يعني ترجع له وتخليه عنده؟ وترجعه بعد ترجعه أحسن يعني، نشوف وافق. زين ما وافق ولا بعد؟ يعني ما تجبره؟ لا ما تجبره، لكن انت اشتريته وخراب يعني. ايه ما تجبره يشوف، لا ما وافق ما تقدر. وصرت خلاص راحت علي خسارة يعني اقطه. ما ترجعه؟ ما يرجعونه، حتى رجع ما يرجعونه. وهني شرط عليك ما تنتقي اصلا. ليش؟ يقول لك ما تنتقي، تاخذ هادو بضاعة كذي. زين ما تشيك انت قبل لا ما يخليك، لا تبغي تشيك ويقول لك ما تشيك. وش سوي؟ خسارة خلاص، عليه خسارة.